في مسند احمد قال المصنف رحمه الله تعالى قال حدثنا ابو سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد الدروردي طبعا حدثنا صالح بن محمد بن زائده عن سالم بن عبد الله انه كان مع مسلمه بن عبد الملك في ارض الروم فوجد في متاع رجل غلول فسال سالم بن عبد الله فقال حدثني عبد الله عن عمر يعني عبد الله بن عمر حدثني عن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجدتم في متاعه غلولا فأحرقوه أو قال وأحسبه قال واضربوه قال فأخرج متاعه في السوق قال فوجد فيه مصحفا فسأل سالما فقال بيعه وتصدق بثمنه. والإسناد ضعيف في صالح بن محمد بن زائدة. يعني هنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من وجدتم متاعه في الغلول من أكبر الكبائر. رجل كان مولى النبي صلى الله عليه وسلم كان يجاهد وقالوا يعني جاءوا سهم فقالوا نعم الرجل يعني شهيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا إن الشمل التي غلها من الغنيمة تشتعل عليه في قبره نارا. ولذلك قال من وجدتم متاعه غلولا فأحرقوا. وهذه فيها دلالة أيضا يستدل بها الجمهور على جواز التعزير بالمال. جواز التعزير والخلاف الفقهي مشهور في ذلك جواز التعزير بالمال. جواز التعزير بالمال قال احرقوه واحسبه قال واضربوا قال واحسبه قال واضربوا قال فاخرج متاعه في السوق فقال فوجد فيه مصحفا فقال سالم بعه وتصدق بثمنه. وده اذا كان ملكا له فانه يعني لا يؤخذ منه ماله. اذا كان ملكا له فالصدقه تكون له ولم يكن ملكا له وكان غالا ايضا يكون الصدقه يعني على المسلمين والاجر لمن له حق في سهمه. قال المصنف طبعا هنا هذا الحديث اسناده كما قلت فيه صالح بن محمد بن زائده وهو ضعيف. والحديث اخرجه سعيد بن منصور بن ابي شيبه وابو داود والترمذي وابن عدي وهو البزار وابو يعلى والحاكم والبيهقي والزوج الزاني من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدروردي بهذا الاسناد. وقال الترمذي غريب يعني ضعيف. قال الزوج الزاني حديث منكر. وقال البخاري في التاريخ الصغير عن حديث صالح هذا لا يتابع عليه. وقال الدرقطني فيما نقل عنه ابن الجوزي في العلل أنكروا هذا الحديث على صالح وهو حديث لم يتابع عليه ولا أصل له من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صحح الحاكم إسناد الحديث في المستدرك ووافقه الذهبي. وساق أبو داود عن أبي صالح محبوب بن موسى الأنطاكي عن أبي إسحاق عن صالح بن محمد بن زايدة قال غزونا مع الوليد بن هشام ومعنا سالم بن عبد الله بن عمرو وعمر بن عبد العزيز فغل رجل متاعا فأمر الوليد بمتاعه فأحرق وطيف به ولم يعط سهمه. وقال المصنف هنا حدثنا أبو سعيد وحسين بن محمد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من خمس من البخل والجبن وفتنة الصدر وعذاب القبر وسوء العمر. هنا في نسخ الشيخ أحمد شاكر وسوء العمل وسوء العمل وده الأنسب وده الأنسب. سوء العمر هنا يعني خاتمة السوء يعني خاتمة السوء. والحديث إسناده صحيح على شرط شيخين حسين بن محمد بن بهرام المروذي وأبو إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي عمرو بن ميمون هو الأودي أخرجه ابن أبي شيبة والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود وابن ماجه والنسائي في عمل يوم الليلة والحاكم أيضا من طرق عن إسرائيل بهذا الإسناد وصححه الحاكم وافقه الذهبي وأخرجه البزار والنسائي وابن حبان من طريق يونس ابن ابي اسحاق عن ابي قال اعود كان يتعوذ وهنا يتعوذ بالله جل في علاه. فالعواذ واللواذ بالله جل في علاه والعواذ هو صدق اللجأ لله جل في علاه دفع المضر واللواذ صدق اللجأ لله جل في علاه لجلب المنفعه. كان يتعوذ من البخل والبخل أسوأ صفات المؤمنين. وذلك الله جعل جواد يحب كل جواد والنبي صلى الله عليه وسلم جواد يحب كل جواد. فالبخل من أسوأ الصفات التي يكتسبها الإنسان. لا يمكن لامرأة أن تعيش مع رجل بخيل بحال من الأحوال. كان يتعوذ من خمس من البخل والجبن. من البخل والجبن. وطبعا أيضا المؤمن لا يكون جبانا. المؤمن مقداما. المؤمن يكون شجاعا. واستعاذ بالله من الجبن واستعاذ بالله من وأنت تعلمون أن الإنسان كان أشجع الناس. كان علي بن أبي طالب يقول إذا حمل وطيس اكتفينا أو قال إذا حمل وطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما رشقوهم في حنين بالنبل
ويوم حين عذبتكم قساوتكم فتغنى عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. هم ادبروا، وان السلام كان يقول انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. وفتنه الصدر، فتنه الصدر يعني احقاد القلوب، فتنه عظيمه جدا، وغر الصدور وحر الصدور. قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل جنه رجل صدوق اللسان مخموم القلب. قالوا ما مخموم القلب؟ قال تقي نقي، القلب التقي النقي، لا غل فيه ولا حسد، او لا بغي فيه ولا حسد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنه اناس افئدتهم كافئده الطير، نقاء وصفاء مع العلم. قال وعذاب القبر، فتنة القبر، وهذه فيها دلاله على ثبوت عذاب القبر. ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون. وقوله قال تعالى اغرقوا فادخلوا نارا، الفاء هنا للتعقيب، يعني بعد حين الغرق حدث الدخول في النار. فادخلوا نارا. قال وعذاب القبر، عذاب القبر، قال الانسان لولا ان لا تدفنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر. ومر بالرجلين قال يعذبان، وما يعذبان بكبير، وما يعذبان بكبير. اما احدهما فكان يمشي بالنميمه، واما الاخر فكان لا يستتر من بولي، وفي روايه لا يستنزه من بولي. وسوء العمر جاءت في نسخه احمد شاكر، الشيخ احمد شاكر، وسوء العمل، وهذا انسب. وسوء العمر مقصدها خاتمه السوء، خاتمه، نعوذ بالله من خاتمه السوء. والاعمال بخواتيمها، الاعمال بخواتيمها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا حب الله عبدا عسله. قالوا ما عسله يا رسول الله؟ قال ختم له بعمل صالح فقبضه عليه. الفوائد المستنبطه من صدق العبودية، صدق اللجأ لرب البرية، من صدق العبودية، صدق اللجأ لرب البرية، فدفع ضر ونفع أوجب المنفعة. إثبات عذاب القبر، الغلول من الكبائر، الغلول من الكبائر. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.